السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله جبت لكم جهاز جديد من سامسونج، وهو سامسونج جالاكسي جي 7 ماكس. هذا الجهاز حقيقة أعجبني كثيرا جدا جدا، وهذا لتوفره على شاشة مناسبة وجيدة ومواصفات أيضا جيدة جدا. اليوم إن شاء الله نتعرف على علبة الجهاز وماذا تتوفر، ونتعرف أيضا على مواصفات الجهاز، وكالعادة أنتم هو الحكم الأخير إن كان الجهاز يستحق الاقتناء أم لا. أول شيء نقوم به وهو فتح علبة الجهاز. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. أول شيء نفتح العلبة. كما ترون هذا هو جهاز جي 7 ماكس من سامسونج، جهاز جيد جدا وأنيق. نجد المسمار الخاص بفتح منافذ الكارت سيم والميموري كارد، وأيضا نجد كتيب خاص بالاستعمال. نجد أيضا الشاحن، وهو شاحن سريع من شركة سامسونج، نوع الوصلة وهو 2.0، وأيضا نجد السماعات للأذن. إذن هاته كل الأشياء المتوفرة في جهازنا لليوم. الآن نتعرف على خصائص أو مواصفات الجهاز. قبل ذلك نقوم بالتعرف على الشكل الخارجي للجهاز. كما ترون جهاز جيد جدا وجودة تصنيعه ممتازة. من هذه الجهة نجد زر خفض ورفع الصوت، ونجد منفذين، منفذ خاص بشريحة سيم وكارت للذاكرة، ومنفذ خاص بشريحة سيم ثانية. من الأسفل نجد منفذ خاص بالشحن والداتا، وأيضا نجد منفذ خاص بسماعات الأذن، أيضا نجد منفذ خاص بالميكروفون. من الفوق لا نجد شيء. من هذه الجهة نجد منفذ خاص بمكبر الصوت، وأيضا نجد زر الباور. من الخلف نجد كاميرا 13 ميجا بيكسل مع فلاش، وأيضا من الأمام كاميرا أيضا 13 ميجا بيكسل مع فلاش. وأيضا نجد الأزرار التحكم الخاصة بالجهاز مع زر الهوم، وهو أيضا قارئ للبصمة. بالنسبة للمواصفات الأخرى، الشاشة 5.7 Full HD IPS، كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل، كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، توفر الكاميرتين على فلاش، أيضا بطارية 3300 ملي أمبير. أيضا الجهاز يتوفر على 4 جيجا من الرام و 32 جيجا من الذاكرة الداخلية. بالنسبة للشرائح فهي 4G، وأيضا الجهاز يتوفر على معالج 1.6 جيجا هرتز ثماني النواة. بالنسبة للأندرويد الموجود في الجهاز وهو أندرويد نوغيت 7.1. جهاز كما ترون أنيق جدا، أعجبتني الشاشة جيدة جدا، مقاس الشاشة 5.7 يذكرني كثيرا بأجهزة النوت. أيضا بالنسبة للرام 4 جيجا من الرام تجعلك تستعمل الجهاز بكل سلاسة. الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل جيدة جدا، وخاصة بعد توفرها على الفلاش. وأيضا البطارية لا بأس بها 3300 ملي أمبير. إذن هذا هو جهاز جي 7 ماكس من سامسونج، جهاز جيد جدا،
جهاز جيد جدا، وحسب رأيي فإنه يستحق الاقتناء. إن شاء الله يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم بالقدر الذي أستطيع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وفي فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.